طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتح مقابر سعودي يا ازكى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نستعني في درسنا. والآن أخذ درس أو مفردات نعم أخذنا آنفا بعض الكلمات، يعني من أكلات أو من أغنياء، من أفسده أفسد أقرض أقل، وأكلات أقواب آلام الباقي، التحق التحق التهاب ألعاب لن ألفاظ نعم ألفاظ جمع الألفاظ. جمع لفظ نعم جمع لفظ نعم. طيب، ما معنى ucapan lafaz. نعم لفظ هناك صح لفظ أو لفظة؟ طيب، سنأخذ كلمة لفظ. كان لفظه سليما، مثلا نقول كان لفظه سليما، ما معنى هذا الكلام؟ في لفظ كان لفظه سليما، Ucapannya itu benar نعم atau aman. صح نعم، لكن لفظه بالعربية ماذا؟ لسان نطق كان نطقه سليما، نطق نعم، النطق طبعا من اللسان كذلك نعم. طيب، لفظه مفيد، ما معنى لفظه مفيد؟ ucapannya bermanfaat. بالعربية لفظه مفيد، نطقه مفيد أو نطقه كلامه نعم، ايه او كلامه كلامه مفيد. لذلك في الألفية ابن مالك ماذا؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكريم، نعم ألفية ابن مالك. هذا بعدين لابد يعني تحاول أن تحفظ، يعني ألفية ابن مالك، نظم مثل إذا كان في تجويد الجدرية نعم هذا نعم. طيب، الآن لفظ الكلام يعني ما يلفظ به من الكلمات، ألفاظ لها جذر مشترك، ما معنى؟ ألفاظ لها جذر مشترك، نعم، ما معنى هذا الكلام؟ ucapan-ucapannya laha jizm جذر مشترك jizm لفظ-لفظنya دري أكار يعني سما أكار أكار سبرتي كتا باجا ني سموانya دري أكار يعني أكار دري ثلاثي يعني فعل ثلاثي كان itu namanya jidrun akar jidrun ah bil bil Inggrisnya atau bil
بالفرنسية ستيم، ستيم. نعم نعم هذا جذر، أكر، أكر كلمة. طيب، حافظ على كلامه لفظا ومعنى، حافظ على كلامه لفظا ومعنى، ما معنى حافظ على كلامه لفظا ومعنى؟ dia menjaga perkataannya Ya dia ya. menjaga perkataannya lafzan wa Baik lafaz ataupun baik lafaz ataupun makna. 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 Jadi lafaznya artinya juga. Yani maknahu lafzan huna nassan. Dari nas, dari teks. Waruhan maknan yakni artinya. Artinya itu apa? Maknanya adalah ruhan, semangatnya. Jadi ada semangatnya dalam dalam kata-kata, dalam ucapan itu ada semangatnya. Nah, paham? Yan hafal ala kalamihi lafzan wa ma'nan, yani nassan wa ruhan. Wa ruhan. Taib, من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة واللفظ. نعم. نعم. من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة واللفظ. ما معنى هذا الكلام؟ فاهم ده؟ لا لا طويل. طويل. من نصب نفسه للناس إماما، siapa yang mengangkat dirinya dirinya sebagai imam bagi orang, fa'alaihi an yabda'a, maka dia wajib memulai, memulai apa? Bita'limi nafsihi, dengan mengajari dirinya sendiri. Wa taqwimiha, dan apa takwim? Menguatkan. Meluruskan dirinya, atau ya meluruskan dirinya fisirati, dalam fisiro tadi mana siro? Siro, 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 Cerita siro, yani baik dalam sejarah. sejarah cerita hidup dia. Wallafzi, dan kata-katanya dia. Kata-katanya dia harus dipegang kalau mau jadi imam, kan? Kalau mau mengangkat dirinya sebagai imam, ya harus menjaga perilaku dan ucapan. Itu maksudnya tadi. Yani man nassaba nafsahu linnasi imaman fa'alaihi an yabda bita'limi nafsihi wa taqwimiha fi sirati wallafzi. Hada qawlu ibnul muqaffa. قول ابن المقفع. طيب الآن ننتقل إلى ألقى يلقي. نعم. Melempar. لمبار apa؟ نعم. روما يرمي. نعم، وما يرمي. وأيضا ماذا؟ وسلم كذلك، وطرح، وتوقف عن السير. طيب، سنأتي بمفردات. ألقيت، ألقي، ألقي، إلقاء، إلقاء. إلقاء itu مصدر، kalau ألقى itu فعل ماضي، فعل ماضي من أنا، وألقي فعل مضارع، ألقي فعل أي فعل، فعل أمر، فعل أمر. طيب، ألقى خصمه أرضا، ما معناه ألقى خصمه أرضا؟ Dia melemparkan musuhnya jatuh ke bumi, jatuh ke tanah. سمع، سمعت. طيب، نعم ألقيت بنفسي إلى الأرض،
ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ماذا الكلام؟ ألقيت بنفسي إلى الأرض. Saya lahir di dunia. كيف؟ ألقيت نفسي إلى الأرض. Aku ألقيت نفسي إلى الأرض. melempar diriku ke bumi, ke بومي. ke تانه. نعم، يعني رميت ألقيت هنا، رميت. طيب، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. هنا لا نهي، جانلا. ماذا ترجم Melemparkan dirimu ke keburukan. kepada kerusakan. Oh, kepada Tahluka ila kerusakan. tuhlak, kerusakan. La tulqin binafsika ila tahluka, kerusakan atau kehancuran, kebinasaan juga bisa. Ila tahluka, kebinasaan. Taib, alqa ilaihi alqaul. Alqa ilaihi alqaul. Mana? Alqaitu ilaika alqaul. Saya memberitahu kamu sesuatu atau Ya, ucapan. atau saya menyampaikan sesuatu. Ya, menyampaikan perkataan kepadamu. Baik. Alqatil 'isabatu silahaha. Sallamatu. طيب، لا يلقي إليه السمع إلا نادرا. نعم، هذا الرجل، هذا الرجل أو هذا الطالب لا يلقي إليه السمع إلا نادرا. ما أرضيه، ما معناه؟ أولا بدي لا، هذا الرجل أو هذا الطالب لا يلقي إليه السمع إلا نادرا. siswa ini tidak memberikan, tidak berbuat baik. Kenapa jalan baik? Tidak memberikan sama La yulqi ilaihi sam'a. tidak melempar. Jangan melempar lagi. Beda-beda. Kalau yang tadi lempar-lemparan yang di atas. Yang sekarang tidak melempar lagi. La yulqi ilaihi sam'a illa nadiron. يعني معناه لا يهتم بما يقول، بما يقول. Jadi siswa ini tidak perhatian dengan apa yang dia katakan، kecuali sangat jarang. Oh ya, tidak mendengarkan. La yusri, tidak mendengarkan. Alqa alaihi su'alan falam yujib. Nah, apa artinya? Saya Alqa alaihi su'alan. melemparkan memberi Alqa. pertanyaan. Bukan alqa itu fi'il madhi ghaib. Alqa alaihi su'alan. Jadi seseorang alqa alaihi su'alan falam yujib. Seseorang itu Seseorang memberi oh, disampaikan menyampaikan. kepadanya satu soal tapi tidak menjawab. Nah, tidak menjawab. طيب، الآن ماذا وجدنا أيضا؟ ألواح. نعم، ما هو الألواح؟ جمع لوح. جمع لوح. نعم، ولوح هو ماذا؟ بابان. بابا. نعم، لوح الكتب. نعم، اللوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ ما لو يكتب فيه ويظل مصونا.
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Jadi yang dijaga, yang selalu jaga, yang selalu dijaga. Lauhul Mahfuz. Nah. Wah, terima ala alwah, alwah. طيب إذا كان لوحة، ممكن نقول لوحة، يعني لوحة واحدة. Kalau lauhun itu bisa banyak, karena bisa kita kasih lauhun kasir. Tapi kalau kita lauhatun berarti satu lauh. Jadi lauhatu khasyabin, lauhatul i'lanat, papan apa? Papan iklan. Iklan. Ya, papan iklan. Papan iklan. Terus mana Aidan? Lafita min khasyabin au warqin muqawwa. Warqin muqawwa itu kertas yang tebal. Warq muqawwa, qawi. Baik. Lauhatun tadhkariyah. Mana tadhkariyah? Papan? Papan apa? Pengingat. Nah, kapan papan biasanya apa, kenangan ya? Oh iya, kenangan. Ya, lauhat tadhkariyah buat kenangan. Sahifa ma'daniyah yusajjal fiha kalamun mahli dzikra, untuk ingat, untuk diingat ya. Lauhatu rassam. Apa lauhatu rassam? Lauhatu rasa. Rassam. Papan, papan orang yang khusus gambar tuh. Namanya lauhatu rassam. Papan buat gambar, buat melukis. Oh ya. Nah, hada ma yarsumuhu ar-rassam min manadhira wa wujuhin ala lawhin aw thawbin aw warqin. Nah. Lawhatun zaitiyah. Lawhatun zaitiyah. Papan apa? Papan papan tapi ada minyak. Memang ada pipan papan berminyak. Tapi Nggak dia, tahu, baru tahu. hah? Baru tahu. Emang ada ya? Tapi lauhatun zaitiyah, lauhatun min ajmali lauhatihi. Jadi papan yang sangat, istilahnya itu sangat bagus. Sangat bagus buat dia. Bisa juga lauha, yani zahabiyah, lauha zahabiyah. طيب بعد ذلك ألوان. جمع لون جمع لون. ورنة. نعم جمع لون. هذا لم نأخذ أخذنا لكن في الدرس في الدروس. نعم. والآن بقي مراجعة. نعم، أي لون تحب؟ أحضر. أحضر، لون أحضر. وأسود؟ معتدل، متوسط. معتدل، نعم. مثلا لون شعرك أسود، إذا أنت تحب أسود، صح؟ صح. إذا كان أنت لا تحب أسودا، تبيض شعرك، أصبح يعني بيضا أو أبيض. طيب لون أحمر أو أسود أو أبيض، صفة الشيء وهيئته مادتي. لديه لون جيد من الثياب. من الثياب. نوع قدم له ألوانا من الطعام.
ما منع ألوانا من الطعام؟ أبدا. قدم له ألوانا من الطعام. ورنا-ورنا makanan mendatangkan warna-warna makanan. يأتي بألوان من الحديد. نعم، قدم له ألوان من الطعام، يعني أنواع، أنواع من الطعام، ليس بمعنى لون، لكن أنواع من أنواع. لا نترجم ورنا ورنا مكانا، لكن معجم مكانا. طيب بعد ذلك، أم ابو امون لكنه عندك مرادفة، عندك كلمة مرادفة. أماني، أمهات. طيب ما مرادف الأم؟ الأم يزكى. تعرف نسيت؟ كيف نسيت؟ أم ما مرادف. والدة. أي يا نعم، أهمي وأنت كثير. أويا نسيت كثيرا، لا تنسى يعني. والدتي يعني أمي. طيب، الوالدة هي التي حملت به، حملت يعني بابنها 9 أشهر. الأم مدرسة، إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق. هذا قول حافظ إبراهيم، يعني الأم مدرسة إذا أعدتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهمت هذا الكلام؟ لا، الأم مدرسة، ما ماذا؟ ibu adalah sekolah. طيب، إذا أعدتها، جيكا أنكو سيابكان، جيكا أنكو تلا مبرسيابكانيا، أعددت شعبا، maka engkau telah menyiapkan bangsa. طيب الأعراق، yang bagus. طيب، الجنة تحت أقدام الأمهات، ما معنى هذا الكلام؟ Surga di bawah telapak kaki ibu. طيب، رأيت بأم عيني، بأم عيني، ما معنى هذا الكلام؟ رأيت بأم عيني. Saya melihat ibuku لا dengan dua mata. لا لا، هذا بمعنى آخر، في سياق آخر، كونتكست لاين. رأيت بأم عيني، عيني يعني رأيته بنفسي، saya melihat dengan سندري، saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. رؤيتان، dengan penglihatan. لا مجال للشك فيها، tidak ada keraguan di dalamnya. فهم ده؟ فهمته. رأيت، نعم، رأيته بأم عيني، يعني رأيت بنفسي، بنفسي أنا، رؤية لا مجال للشك فيها. جadi kalau ada أمي di situ sudah enggak, artinya sudah tidak أمي lagi karena konteksnya beda. طيب، أم البشر، من هي أم البشر؟ لماذا أنت نسيت؟ أنت نسيت أمك، مول باشا وهي أم البشر، أم الناس. هوا نعم، حواء، حواء، نقول حواء. طيب، أم 44،
ماذا؟ أم أربعين وأربعين. أم 40 و40. هذا غريب؟ لا، ليس غريب، هذا أم أربعين وأربعين، تعرف ها؟ إبو 44. أبا إتو إبو 44، أبا إنت فصيلة الحيوانات المفصلية، وهي دويبة سامة لها أرجل كثيرة. جدي حيوان، سجنس حيوان، dia punya racun. Dia memiliki kakinya banyak. Hewan apa itu? kelabang. Kelabang. Iya, bisa kelabang. Ada umur 40 و40. Duwaibah, wahia duwaibah samah laha arjul kathira. Yani duwaibah hewan yang bergerak terus. Dia bergerak terus kan ya? Kelabang tuh bergerak terus. Iya, gerak terus kan. Kayak Bergerak cacing. kayak cacing. Cacing juga bergerak ya, duwaibah. Gak bisa diem ya. Gak bisa diem sampai akhirnya membesar. Fahia duwaibah samah, dia mempunyai racun. Cacing, kelabang juga ya. طيب الآن أم القرى، ما معنى أم القرى؟ Ibu desa. Apa itu ibu desa? Ibu desa itu apa? Kan dia menjadi nama. Kalau disebutkan Um Al-Qura berarti satu itu. Nggak boleh lagi ada yang lain. Ah. Fahimta atau ra'aita? Nah, fahim. Mada Um Al-Qura? Ma hiya? Julukan gitu ya. Iya, apa? Ada satu kota yang kota itu namanya Umul Qura. Berarti belum tahu ya. Ya ini Madinatu Makkah, Makkah. Oh. Nah, Makkah ismuha Umul Qura. Kalau disebutkan Umul Qura berarti Makkah. Ida kana al-Madinah an-Nabawiyah. مدينة منورة، المدينة المنورة يعني المنوع. مدينة النبي، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة. طيب أم الخبائث، عبارتي أم الخبائث، من الخبث والخبائث. نعم، أم ابو الخبائث. ابو جين كيف ابن الجن؟ أم الخبائث. الخبائث كان جن برمبوان كان، جن برمبوان. تابي ketika kita tambahi umun itu artinya lain lagi. Kalau الخبائث جن برمبوان. Kalau أم الخبائث apa؟ Jadi satu، cuman satu namanya. Tahu؟ enggak. الخمرة، الخمر، خمر، تو خمر، Oh, minuman yang ها، formal minuman keras، خمر. نا itu keras. namanya أم الخبائث، dia أم الخبائث، وتسمى أيضا بأم الآثام أو أم الكبائر. Jadi ada kata-kata أم semua menjadi berbeda artinya. طيب، وأم الكتاب، ما هو أم الكتاب؟ القرآن القرآن. لا، خطأ. كيف القرآن؟ أم الكتاب سورة الفاتحة.
نعم نعم سورة الفاتحة فقط، هذا أم الكتاب، نسميه أم الكتاب سورة الفاتحة، أما الكتاب القرآن، لكن أم الكتاب الفاتحة. طيب طيب لغة الأم Bahasa ibu, apa itu bahasa ibu؟ bahasa inti, ya enggak? اللغة الأولى التي يتكلمها الطفل في أول نشأته، جadi iya بahasa ibu، بahasa ibu yang pas lahir dia kenal bahasa itu. Nah, tapi لغة الأم berarti kan bisa berbeda-beda bahasa kan؟ Iya. لغة الأم sesuai dengan pertama kali dilahirkan anak itu bahasa ibunya apa؟ لغة الأم، لغة الأم. طيب وأخيرا عاد إلى الوطن الأم، ما معنى الوطن الأم؟ وأخيرا عاد، dan akhirnya dia kembali إلى الوطن الأم. Kota ibu. الوطن الأم negeri أصلي، negeri أصلينya كمبالي. الوطن تو negeri، negeri أصلينya. الوطن الأم يعني الوطن الأصلي. طيب إذا أخذنا كثيرا من كلمة هذه، نعم. أم كثير أم. طيب بقي 7 دقائق. طيب أماكن، جمع مكان جمع مكان، نعم معنى مكان، تempat ما معنى مكان؟ أنا لا أريد ترجمة إندونيسية مباشرة، لابد نعم أن تأتي بي كلمة مرادفة أولا ثم الترجمة، لا بأس. مكان مكان، أمكنة تجمع على أمكنة أو أمكن أو أماكن. استقر في مكان هادئ، ما معنى مكان هنا؟ في موضع، موضع مكان يعني موضع تempat، سما مرادف مكان موضع، موضع موضع نعم موضع. وأيضا موقع، ما موقعه من الإعراب؟ يعني ما موضعه؟ لا مكان له، ومن لا مكان له تidak ada tempat باقينا، لا مكان له. baginya ya. يختبئ في مكان ما، بersembunyi di suatu tempat، مكان ما يعني suatu tempat. أجده في كل مكان، كيف أجده في كل مكان؟ saya Saya menemukannya di berbagai تempat. نعم مكان الحادث. طيب له مكان مرموق، apa artinya مكان دي؟ له له مكان مرموق، نعم. Jadi yang ditanyakan makan ini artinya apa؟ Lahu makanun marmuq. Tapi harus tahu sifat sifat marmuq itu. ما الإندونيسية مرموك Marmuq جيد، ممتاز. Jadi makan ya artinya makan di situ. Manzilah, kedudukan. kedudukan Ya, lahu makanun marmuk. Dia mempunyai kedudukan yang bagus. Yani manzilah au makanah, kedudukan. طيب huwa rafi'ul makan. Mana huwa rafi'ul makan? Dia mempunyai kedudukan yang tinggi.
yaitu ar-rajul munasib fil makanil munasib. Jadi ada seseorang yang penempatannya bagus, ya. Penempatannya bagus. Wa rafi'ul makan. Taib. Wa minal ilmi bimakan. Wa minal ilmi bimakan. Wa minal ilmi bimakan. Dia Bagaimana? Dia minal ilmi dari bimakan. tempat berilmu, dari sekolah. Bukan itu, ini sudah istilah lagi, udah jangan diterjemahkan satu persatu. Kalau diterjemahkan satu persatu kacau artinya. Huwa minal ilmi bimakan. Ay, ala janibin minal ilmi kabirun jiddan. Dia mempunyai suatu keahlian ilmu. Mempunyai keahlian satu ilmu yang bagus. Taib. Maka ma'idan aida qultu huwa min asyaja'ati bimakan. Huwa min asyaja'ati bimakan. Apa makna? Dia orang pemberani. Dia orang pemberani benar. Pemberani benar. Huwa min asyaja'ati bimakan. Ismu makan. Memang ismu makan. Nama tempat. صيغة تدل على موضع وقوع الفعل نحو مكتب. اسم مكان، اسم مكان بukan nama tempat itu tapi اسم مكان di dalam ilmu صرف yaitu مكتب. مكتب مكتب kan tempat tempat menulis orang kan di kantor. Jadi kantor. طيب ظرف مكان. Nah, mana ظرف مكان؟ ماذا؟ ظرف مكان. ظرف مكان. Kita sudah belajar ظرف مكان loh. Oh, ah, itu penjelasan tempat. هو اسم مكان في معنى في نحوي فيه معنى في نحوي كنت عنده. أين ظرف مكان؟ كنت عنده. عنده نعم كنت عنده ظرف مكان. طيب بقي دقيقتان. طيب أمانة. نعم أمانة. أمانة أمانة أمانة. أمانة كبرياء. أمانة أمانة رأيت. أمانة ها أمانة أمانة تتيبان ها أمانة. تتيبان. ما معنى تتيبان بالعربية؟ وديعة. ماذا؟ ودي وديعة. وديعة نعم وديعة. اكتب أمانة مرادف وديعة. Saya titip amanah ya ini dari Syekh Fulan. Ini amanah dari Syekh Fulan. Jadi itu wadiah, suatu hal yang dititipkan. وفي القرآن في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. وإذا قلت عرف بالأمانة أبا أردنيا عرف بالأمانة ماذا؟ عرف بالأمانة ديفري أمانة. عرف بالأمان dikenal dengan amanah. Jadi dia دكنال istiqamah. أمانة. Istiqamah dan jujur. Nah, خلاص انتهى الوقت ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك. اللهم أشهد أن وبحمدك، لا إله أشهد أن إلا لا إله أنت. إلا أنت، أستغفرك أستغفرك وأتوب وأتوب إليك. إليك. والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.